السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة اليوم العاشر في الكتاكيت اللي امام حضراتكم، وهنعمل يعني في الفيديو دوت حلقة كاملة نستعرض اللي حصل في العشر ايام على 300 كتكوت دوت، وفي فيديوهات هتبقى فيديوهات قصيرة عن العلاجات الخاصة بالبرد والخاصة بالإسهالات والأعشاب اللي تمت ليهم. ولكن الحلقة دي حلقة كاملة بنشوف إيه اللي حصل بصورة سريعة جدا للفراخ بتاعتنا، وإحنا النهاردة اليوم العاشر. طبعا إحنا النهاردة اليوم العاشر عندنا متوسط 300 جرام، متوسط 300 جرام ده بالنسبة للوزن. طبعا استقبلنا الكتاكيت بتاعتنا هنا على مية بسكر اول 12 ساعة، بعد كده ال 12 ساعة المتبقيين في اليوم الاول لغاية الخمس ايام العمر الخامس نزلنا لهم حاجة اسمها فلوري كول 2 سنتي على لتر مية. بعد كده خمس ايام متواصل، لان الفراخ كان عندها مشاكل رئوية، كان في فراخ بتفهق وكان في فراخ تعبانة جدا. في اليوم السادس نزلنا لهم مجموعة كالسيوم وفيتامينات واملاح معدنية. في اليوم السابع نزلنا يوم مضاد سموم يوم كامل 24 ساعة. اليوم التاسع حقناهم حقنة للبرد. الحقنة ديت عبارة كان وزنهم في اليوم التاسع، حسبنا الوزن وجبنا لهم سيفوتاكس بشري أمبول 1 جرام مع 6 معذرة مع 3 أمبولات جينتا مايسين برضو بشري، خلطناهم في بعض ودينا لكل واحد ربع سنتي. طبعا عددهم 300، عايزين ربع سنتي لكل واحد، يعني 75. حلينا الواحد جرام سيفوتاكس مع 3 أمبولات جينتا مايسين على 75 سنتي ماء مقطر، وحقنا الفراخ مرة واحدة ربع سنتي في العضل. كنت طبعا ناوي حقنهم تحت الجلد، ولكن خفت طبعا فلقينا الورك يستحمل بسنة أطفال صغير، وحقنا الفراخ بتاعتنا ربع سنتي جينتا مايسين مع سيفوتاكس، وبدأنا نكمل في المية تاني مضاد حيوي اسمه سيبرا مايسين مع كوليستين، بننزله 1 جرام على لتر مية دوت. اليوم التاني بعد الحقنة بننزل دواء بيطري اسمه سيبرا مايسين مع كوليستين 1 جرام. الكوليستين مع السيبرا مايسين متخلطين في العلبة مع بعض، بننزل 8 ساعات، لان طبعا مشاكل البرد بتاعت الشتاء واحنا في طوبة بتبقى يعني حاجة صعبة جدا، وبنخاف من الحقن عشان الفيروسات، وبنخاف ان الفراخ ما تكبرش بسبب البرد، وبنخاف للفراخ تموت، فلابد من المتابعة بالمضاد الحيوي، ولان هي الفراخ ظروفها كده ودورة الفراخ ظروفها كده، فلابد من متابعة الفراخ بالمضاد الحيوي علشان طبعا ما يحصلش نفوق والفرخ بتاعنا يتعب والمشكلة تزيد اكتر، فلابد من المتابعة العلاجية للفراخ اللي بيصيبها البرد، وخصوصا ان هي جاية او اخذت برد عند المربي في اليوم الاول، او ايه هي جاية بمايكوبلازما او جاية بالتهاب رئوي، فلابد من متابعة الفراخ بالمضاد الحيوي. طبعا في ناس بتحن يومين ورا بعض، ولكن انا هنا لما لقيت فيه نافق فقررت ان احنا نحقن هنا عند المربي دوت الحقنة ديت. فبنقول طبعا لابد من متابعة الفراخ
بالمضادات الحيوية أثناء الدورة. وما ينفعش طبعا ندي مرة ولا مرتين، لأ، لابد من معرفة ويعني دقة الجرعة والعلاج القوي أو العلاج اللازم لحالة الفراغ بتاعتنا. طبعا الدفاية زي ما انتم شايفين شغالة واللومات شغالة. طبعا احنا النهاردة في يوم رياح شديدة جدا، شباك بحري، شباك قبلي. لابد مع الاصابة بالبرد ان احنا نراعي مسألة التدفية ومسألة التهوية ومسألة التوسعة. الفرشة متسخة نسبيا ولكن جافة، في تدفئة بالدفاية وفي توسعة زي ما انتم شايفين الفراخ مش مزدحمة قوي. فما ينفعش مع الاصابة بالبرد او عند وجود البرد ان احنا نكتم على الفراخ بتاعتنا وان احنا نقول جالها برد قفل ضيق على الفراخ. لا، لازم نوسع الوسع المعقول، نهوي التهوية المناسبة، ندفي التدفئة المظبوطة علشان المشكلة ما تزيدش. فطبعا الحمد لله الوضع احسن مع او بعد الحقنة وتكملة العلاج بالمضاد الحيوي في المية. النافق توقف، الاعراض بدأت تقل اللي هي متمثلة في النهجان، في فتحان البق جامد، في النفس العالي لصدر الكتكوت بتاعنا. الحمد لله الدنيا هديت خالص، ولكن الفرخ دوت ارجوكم يا جماعة لابد من متابعته المتابعة الجيدة، علشان لو سبنا العلاج في الحالة او في الوضع دوت على ما بنيجي اخر الدورة ممكن نلاقي 50% او 40% من الفراخ ماتت خلال 30 او 40 يوم على حسب الدورة. فلابد من الاهتمام ومراعاة الفراخ اللي جاية بالبرد او اللي اصابها البرد في العمر الصغير علشان المشكلة ما تزيدش وما تكبرش. وياريت ندعم العلاج بالمضادات الحيوية بالفيتامينات وبموسع الشعب. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا ممكن نقسم اليوم بتاعنا لاربع فترات، 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات، او نقسم اليوم بتاعنا لثلاث فترات، 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات، او نقسمه لفترتين 12 ساعة و 12 ساعة. كل فترة من الفترات دي ممكن ننزل فيها دوايين او ثلاثة، او ننزل دواء واحد. فالموضوع مش حفظ، الموضوع فهم، والاساليب كتيرة وطرق العلاج كتيرة. ولكن انا دايما بركز في فيديوهاتي على الرعاية اكتر من العلاجات، لان لو سبب المشكلة موجود المشكلة مش هتتعالج. يعني ما فيش نظافة، يعني الفرشة سيئة، يعني ما بنوسعش، يعني ما بندفيش. مهما تعالج ومهما تعمل الفراخ مش هتخف ومش هتصاب. طبعا الاطباق ديت فاضية لان بدأوا يحطوا العلافات، يعني بنصح حين ان هم يشيلوها عشان ما يعملوش فيها حمام ويبقى يعني مصدر للعدوى، ويزودوا كمان علافات. والحمد لله انا شايف في توزيع متجانس وفي تناسق في كل حاجة في المكان. شكرا لحضراتكم، وتابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري غازي، وان شاء الله هنتابع مع بعض العلاجات وايه اللي نعمله مع الفراخ اللي امام حضراتكم ديت، سواء كان علاج بالاعشاب او علاج بالادوية البشري او علاج بيطري. كل حاجة ان شاء الله هنستعرضها مع حضراتكم اول باول. شكرا لحضراتكم.